تطلعت الكلمة الآن إلى ممثل هولندا. شكرا جزيلا السيدة رئيسة المجلس، أشكر السيد نيكولاي على تقديمه اليوم وعن عدد الضحايا والقتلى بالأمس. السيد الرئيس، كما قلت الشهر الماضي في هذا المجلس، لا نستطيع أن نستمر ونمضي في عملية السلام في حدوث فجوة كبرى ما بين الدولتين والتي ظهرت آثارها بالأمس. هذه الأحداث إنما أدت إلى فقدان المزيد من الضحايا ومواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما أدى إلى انقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يجب أن أركز على ثلاثة نقاط: الأولى حول الاحتجاجات في غزة، وهو موضوع القدس. النقطة الثانية والثالثة أهمية عملية السلام ودور هذا المجلس في تحقيقها. النقطة الأولى السيد الرئيس، أعود للنقطة الأولى وهي الاحتجاجات في غزة. نحن نعلم مدى العنف الذي نتج وأدى إلى قتل 59 شخصا وإصابة أكثر من 2500 فرد ومن خلال استخدام الذخيرة الحية. هذا عدد كبير لم يحدث في يوم واحد منذ بدء الصراع في عام 2014. نقترح أيضا أن هناك العديد تم إصابته مباشرة، وأكثر من 16 أيضا تم توجيه ذخيرة حية. لا، هذه المشكلة الكبرى، وأن الرد الإسرائيلي لا يتماشى دائما من القوة المفرطة ضد المحتجين الفلسطينية والمظاهرات الفلسطينية. ومرة أخرى فإنه هناك حاجة لإيجاد تشكيل لجنة تحقيق شفافة ومستقلة من أجل الإبلاغ عن الكوارث وعن نتائج هذا الصراع، وأن تكون هناك آلية لمراجعة كل ما يحدث من الجانب القوات الإسرائيلية على طول قطاع غزة. ومع إدراك حق الشرعي لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن ندعو الإسرائيليين أيضا إلى أن استخدام قوة موازية وليس الإفراط في القوة للدفاع عن أنفسها طبقا للقانون الدولي. إن فقدان الحياة باستخدام الذخيرة الحية أمر لا يمكن قبوله وضد مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. نحن نحث بقوة الأطراف الفلسطينية على ضمان عدم اللجوء إلى العنف في احتجاجاتهم، وندعو أيضا الأطراف إلى توخي الحذر، وأن العنف غير مقبول في التعامل مع هذه الأزمة، وندعو إلى توقف دائرة العنف. إن أيضا إصابة العديد من المواقع الفلسطينية، ومن ثم فإن ندعو الفلسطينيين في غزة ضمان المعبر ومنطقة العبور، لأن هذه هو المعبر الوحيد لتقديم الغذاء والطعام والأدوية للمحتاجين. ومن ثم أدعو السلطات الفلسطينية في غزة لإعادة إصلاح هذا المعبر من أجل تقديم الدعم الإنساني، وأن يكون هناك قرار أيضا اليوم لإعادة استخدام المعبر لتقديم المعونة الإنسانية. كما يجب أن تكون هناك حلول صارمة الآن. نحتاج إلى مزيد إلى حل فوري عما سبق في الماضي، لأن هذه الأزمة ليست في مصلحة الجميع. كما أشكر السيد ميلادينوف على اقتراحه وما يمكن تحقيقه في هذا المسار. السيد الرئيس، النقطة الثانية المتعلقة بالقدس، فإن مستقبل القدس هي نقطة حساسة جدا ومعقدة للغاية، وأجب أن تكون نقطة نهائية في حال الوصول لحل الدولتين. هي منطقة للمسلمين والمسيحيين واليهود، وهي منطقة مقدسة ومنطقة عبادة، ولا يمكن أن تكون تحت سيطرة أحد الأطراف. الفلسطينيين لهم الحق أيضا لا يمكن إنكاره في العيش في هذه المدينة. دعونا نلجأ إلى صوت الحكمة والعقل، وأن يكون مستقبل القدس هو نقطة نهائية للمناقشات وطبقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا يمكن تبرير العنف. السيد الرئيس، سنستمر في احترام قرار مجلس الأمن حول القدس وحول قرار
مجلس الأمن 478 والذي يقضي بإيجاد حل سلمي في تفاوض النهائي حول وضع القدس بعد انتهاء المفاوضات بين فلسطين والإسرائيليين. إن العملية السلمية هي الملجأ الآن من أجل استمرارها ودفعها مرة أخرى. دعونا نعمل على الحد من هذا العنف الدائر الآن، وأن تكون القدس وغزة وأن تكون العلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عملية تفاوض وسلام ونزع فتيل العنف المتصاعد منذ الأمس. ويجب أن تكون الحكمة والشجاعة للعودة إلى الحل السياسي من خلال خطوات من جانب الجانبين ومن خلال القرار 23-34 وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي تحدث أيضا عن الشرعية وعن كون القدس هي منطقة دينية لكل الأديان الثلاثة. إن زعماء أيضا الإسرائيليين الذين يدفعون نحو المزيد من العنف يجب عليهم أن يكون هناك تحكم ورؤية وعقلانية وعدم خلق نوع من عدم الثقة ما بين الطرفين، وأن يكون حل الدولتين هو الملاذ وهو النقطة النهائية التي يجب أن نتوصل إليها من أجل منع عمليات الجدل الدائر الآن والعنف المتصاعد الآن. يجب علينا الآن أن نتخذ خطوات إيجابية وعملية نحو تحقيق حل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام الدائم والمستمر ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتطلعون إليه. ندعو كافة أعضاء مجلس الأمن وكافة المجتمع الدولي الذين يتابعون بقلق ما يحدث في غزة، وأن يكون هناك رد فعل إيجابي وموحد من أجل الحد من العنف. وفي نهاية كلمتي، نحن لدينا رغبة كأعضاء لمجلس الأمن من أجل مخاطبة والتعامل مع الأحداث التي تقع الآن والتعامل مع الطرفين لإيجاد حل للأزمة. نحن على قناعة أن إيجاد توازن لما يحدث وأن يساهم مجلس الأمن من خلال قراراته لمنع وإيقاف العنف. أشكركم لحسن استماعكم.